يسعد صباحكم من جديد. يعد مرض تصلب العصبي المتعدد من أكثر أمراض الجهاز العصبي المركزي انتشارا، وقد يصيب المخ، النخاع الشوكي، المخيخ والعصب البصري. هالمرض هذا رح نحكي عنه أكثر، رح نعرف تفاصيل أكثر عن هالمرض مع ضيفتنا في الاستوديو، الناشطة الاجتماعية ورئيسة جمعية التصلب المتعدد، وهي أيضا مصابة بالتصلب المتعدد. معنا نيلي الباز، أهلا وسهلا فيك ست نيلي، كيف حالك؟ الحمد لله، أنتو كيف؟ سلامتك. الله يسلمك. يعني أنا حابة بالأول أعرف هذا المرض المتعدد، يعني التصلب المتعدد، أعرف كيف عرفتي أنه معك هذا المرض أول شيء؟ يعني هي بالصدفة، طريق الصدفة. أنا كنت قاعدة على النت بعمل شاتينج مع بنت أختي، وفجأة أنه عيني اليمين ما عدت أشوف فيها وغباش صار عليها. فزرت عدة أطباء عيون، للأسف ما اكتشفوا حالتي. صبت يعني بعدها بفترة صبت في كل خدران، في كل تنميل وخدران في جسمي، وتشخصت طبعا بصورة الرنين المغناطيسي انه انا ام اس. ففورا طبعا عشان يعطوني علاج ام اس، هو المختصر للتصلب الوحي، التصلب المتعدد. ففورا اعطوني كورتيزون، لانه الكورتيزون تعرفي اللي بيقولوا عنه الداء السحري، الداء السحري مؤقت يعني. أوكي. يعني من غير ما تتشخصي لسه، يعني بس تشخصي انه ام اس وبعديها فورا اعطوك الكورتيزون. لازم فورا يعني تشخصي وتكون عندك الهجمه، او بيقولوا عنها الهجمه، الحاله يعني اللي احنا فيها بيقولوا عنها هجمه او اتاك. بتاخذي فورا كورتيزون، يعني بخفف شوي، ممكن يعدل البصر، ممكن ترجعي تشوفي، ممكن يمكن يخف البصر شوي، بس انه يعني الكورتيزون شوي مخفف. طيب ست نيلي، يعني عم بتقولي لي هجمه وبتحصل فجاه، يعني بتكوني انت طبيعيه ما مالك شيء، فجاه بصير معك هجمه. هجمه من اي نوع؟ يعني ممكن يصيب اي عضو في الجسم عندك؟ ممكن يصيب اي عضو، ممكن وانت ماشيه تحسي في عدم توازن. بصير ثقل في الاجر، ما بتقدري تمشي، ممكن بالايد، ممكن تعب الإرهاق، وممكن الواحد يكون في مرحلة كتير انبساط. يعني مش شرط يكون زعلان أو يكون تعبان. لا ممكن كتير مبسوط 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 لدرجة إنه صار عنده خدران في خده الأيمن أو الأيسر. وقديش بتدوم الحالة؟ يعني ل 24 ساعة فورا لازم تاخدي كورتيزون، حتى لو بتاخدي العلاج. يعني إحنا علاجنا مو علاج، هذا مخفف أو ملطف، اللي هو الكورتيزون. لا، في الانترفيرون، هلا عم ناخذ احنا مرضى الام اس. الانترفيرون هو ملطف للمريض، فبس برضه ممكن تجي الهجمه وهو بياخذ الابر. الابر مكلفه جدا، يعني تقريبا 1000 دينار الابره. وفي ملطفات معها ادويه، يعني بوصل 1000 و1200. الحمد لله احنا مغطيين جلاله الملك، معطينا اعفاء الله يديمه فوق راسنا، ما بيأثر. بس برضو للأسف عنا إحنا معاناة مرضى في المستشفيات الحكومية. المستشفيات الطبيب ما بيتابع المريض. المعاملة يعني بده يكون له معاملة خاصة مريض الام اس بالمستشفى، ما بيقدر يوقف ساعات انتظار عشان لازم يدخل. لازم تكون مع نيرس على طول، يعني مثلا مريض الام اس. بالضبط، المعاناة من المرضى، في مش الكل بيقدر يضطر انه يطلع مع مريضه على المستشفى او اي خدمة يعملها. الإجراءات الروتينية في صرف الدواء ودخولك عند الطبيب، هذه معاناة لمريض الام اس. احنا بصراحة لجأنا لمعالي الدكتور ضيف الله اللوزي، وساعدنا في انه يعملنا وحدة في مستشفى البشير للام اس. لكن للأسف ما في أطباء أعصاب في مستشفى مرض البشير غير طبيب واحد، وطبيب واحد ما بيقدر يغطي. طبعا ما حيكفي، ما بيقدر يغطي. وللأسف كمان ما في توعية للممرضين والممرضات كيف يتعاملوا مع مريض الام اس. فمعاناتنا كتير كبيرة. مريض الام اس بحاجة إلى دعم نفسي ومعنوي ومادي، يعني من كل النواحي. حصرتوا قديش عدد نسبة المصابين في مرض الام اس في الأردن؟ يعني تقريبا جمعية، تقريبا وزارة الصحة 6000 مريض، والحالات بتزيد. 6000؟
عم نحكي مستشفى البشير فيها طبيب واحد طبيب اعصاب للاسف. ويومين يعني بالعياده بداوم يومين بالاسبوع عيادة الأعصاب، طبعا مش بس مش أم إس، لكل الأعصاب. طب هلأ بعد ما يصاب بهاي الهجمة، عم تقولي بتستمر لمدة 24 ساعة، بعديها برجع طبيعي المريض؟ يعني حسب، إذا ما كان يعني متاكل الملايين يعني كتير يعني يكون غميق، ممكن إنه ياخد الكورتيزون وما يتحسن، وممكن يتحسن بسيط. يعني هو بتلف الملايين، بيعمل اتلاف لجهاز الملايين. هذا هو السبب اللي المتعدد التصلب المتعدد، انه بتلف الجهاز في العصب، الملايين هو موجود في العصب في النخاع الشوكي، تحديدا. يعني برايك هل عرفوا اسباب هذا المرض؟ يعني هل في اشخاص معينين هم معرضين للاصابه اكثر من اشخاص ثانيين بهذا المرض وعرفوا اسبابه؟ لا لحد الان مش عارفين شو السبب، بس عندنا نسبه النساء اكثر من الرجال، يعني 3-2 معرضين للإصابة أكثر. طيب في معانا كمان يمكن اتصال من وحدة هي كمان مصابة في هذا المرض، شكله انقطع الاتصال. طيب حتحاول هي مرة تانية وتحكي لنا عن معاناتها، خصوصا عم بتقولي لي أنت يمكن نسبة كثير كبيرة من المصابين بهذا المرض عم بيعانوا من مشكلة عدم الاهتمام في مرضهم ومتابعة أمورهم اليومية، لكن يعني المستشفيات الخاصة هل في أقسام خاصة برأيك لمرض التصلب المتعدد ولا لا؟ ما يعني حتى المستشفيات الخاصة ما في قسم خاص للمريض، المريض يعني إن كانت مريضة حابة تروح مستشفى خاص برضه بتدخل بتاخذ الكورتيزون بس. بس هاي هي متابعتهم معها انه تاخذ الكورتيزون او تاخذ العلاج، العلاج بس اللي ذكرتي قبل شوي. طب حابه كمان اعرف منك ست نيلي، انه انتم كجمعيه وحضرتك ناشطه اجتماعيه وجمعيه التصلب المتعدد، رئيسه جمعيه التصلب المتعدد، شو بتعملوا في الجمعيه حتى انكم تحاولوا تنشروا الوعي اكثر في هذا المرض وتتابعوا كل اموركم اللي يمكن عم بتعانوا منها، انه في نوع من الاهمال في مرضى التصلب المتعدد، شو بتعملوا كجمعيه؟ احنا الجمعيه تاسست على اساس انه توعيه للمجتمع ودعم المريض نفسيا وماديا، وحتى يعني العلاج طبيعي، دعم نفسي، سبورتنج جروب، نعمل الجماعات، زيارات ميدانيه، توعيه المجتمع، توعيه الاهالي المرضى والمرضى نفس الشيء، محاضرات، يعني بنعمل محاضرات مع اطباء شهريه بالتقاء مع المرضى وأهاليهم، يعني نطاق بسيط يعني. يعني احنا حابين بصراحة تنشجر الوعي في جميع المملكة وخارج المملكة، عشان هيك احنا عندنا رؤية وأمل في انه يكون لنا منتجع لمرضى الام اس، لانه بصراحه مرضى الام اس بحاجه لمنتجع. يعني بعد دراسه الشغله النفسيه بتاثر عليهم، لانه الدعم النفسي كثير مهم لمريض الام اس. مريض الام اس بتجي يعني اوقات كثيره عنده حالات اكتئاب، يعني وما في توعيه من المجتمع ومن المحيط اللي حواليه، الاهل يعني ما بيقدروا ما بيحسوا، يعني عندنا حالات كثيره فقدت زوجها، ما في دعم نفسي، ما في توعيه، كتير عنا شباب تركوا وظيفتهم، يعني انطلب منهم اتركوا الوظيفة لأنه بتجي فترات إنه يضطر يدخل المستشفى ويطلع، يعني قلة التوعية هذا اللي وصل المريض لحتى بصيبه اكتئاب أكتر. طب في أطفال ممكن يصابوا بمرض الام اس؟ لحد الآن في حالة يمكن اكتشفت في الأردن 8 سنين، بس هو عم بيصيب تقريبا من 15 نقول ل40. طيب مثل هذا المنتجع برأيك ممكن بالفعل كتير يساعد طبعا التصلب المتعدد؟ طبعا. يعني بيساعدهم بأي ناحية؟ بس من ناحية نفسية ما بيساعدهم مثلا بسرعة العلاج؟ سرعة العلاج طبعا، المنتجع بده يكون فيه أطباء وممرضين ومعالجين طبيعي ومعالج نفسي، يعني بده يكون حاوي مش جميع الاحتياجات. نتمنى أنه نوصل بالفعل، نتمنى يعني هذا يعني بيصير للشرق الأوسط كله مش بس للأردن، يعني فكرة كتير معقولة. بس خلينا ناخد معنا خلود، هي كمان مصابة بهذا المرض، مرض التصلب المتعدد. صباح الخير خلود وسلامات. بالعافية. أهلا وسهلا.
أهلين فيكي خلود. احكي لنا أول شيء عن يعني تجربتك مع هذا المرض، يعني كيف بتحاولي تتغلبي على هذا المرض، شو بتعملي؟ أنا اللي بعمله، أنا أول إشي بدي أحكي على العلاج اللي هو مساند للأشياء اللي الواحد لازم يعملها. أنا مريضة تصلب لويحي من 97 من 97 إلى الآن، وكنت باخذ العلاج المتوفر في الأردن اللي هو الإبر، المكلفة هاي تقريبا 1000 دينار بالإبرة بالضبط. هلا وفي حالات زي كتير الإبر ما نفعت مع حالتي، في أطباء داخل الأردن مشهود لهم وخارج الأردن قالوا إني لازم أغير الدواء. أوكي غيرنا الدواء، الدواء متوفر بكلفني 2000 دينار شهريا على حسابي الشخصي. ولما لجأنا لوزارة الصحة وللتأمين، الوزير أوعز إنه البروتوكولات تتعدل وبما يتلائم مع المريض. المشكلة عنا بمديرية التأمين الصحي، هاي المشكلة، هي ما ساعدتنا مديرية التأمين، والموظفين اللي هناك كل ما الواحد يراجعهم أو يروح لهم بسكروا الباب بوجه الواحد، بقولوا له الدواء هذا بس تاخده رح تموت أو رح تفقد بصرك أو أو أو، وهم موظفين عاديين يعني مش دكاترة إنهم هم يحكوا هيك للمريض. فإحنا بنناشد كمان وزير الصحة إنه يتابع معنا الموضوع، إنه يتدخل بهيك موضوع. يعني أنا مش ممكن أنا صلي سنتين بجيب الدواء على حسابي تكلفته 2000 دينار شهريا. لا طبعا مش منطق ابدا، واحنا اكيد من ضم صوتنا لصوتك خلود اكيد، ومنناشد وزاره الصحه بانها يعني تحاول تلاقي حلول لمرضى تصلب المتعدد، يعني وخصوصا زي ما بنقول مكلفه جدا الابره وعلاج التصلب المتعدد كثير مكلف. شكرا لمداخلتك وسلامات، الف سلامه لك خلود. تعليقك على كلام خلود، يعني يمكن احنا عم نقول انه مهم جدا الاهتمام، واضح انه في تقصير، هو فعلا في معاناة بالنسبة للدواء. يعني في دواء موجود غير الإبر اللي هي بعبارة عن كبسولة بتاخديها يعني يوم كل يوم، ونازلة متوفرة وفي لها تسجيل بوزارة الصحة ووافقوا عليها إنه تنزل ضمن. بس المشكلة يعني معاناة خلود وكتير من غيرها من المرضى قدموا للتأمين الصحي، والدكاترة يعني كتبت لهم إنه تقرير هذا ما بتقدروا تاخدوا، وقفوا الإبر خذوا العلاج الثاني. البروتوكول اللي بيصير بين التأمين الصحي بوصلوا للوزارة إنه ما في مرضى بحاجة لهذا الدواء. فهذا الخلاف بيننا وبينهم. فإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني نقدر نحله إن شاء الله. والمرضى ياخذوا حقهم لأنه من حقهم إنه ياخذوا العلاج اللي هن مرتاحين عليه وشفيوا. يعني بس وقفوا علاج الإبر وعم بياخذوا على حسابهم العلاج هذا ومكلف جدا، تحسنوا 70%. بس يمكن زي ما قلتي مش سهل الحصول على الأدوية، ويمكن في تأكيد لهالكلام. هذا معنا متصل، هو زوج إحدى المريضات في هذا المرض، وحيحكينا عن معاناته في الحصول على الأدوية. معنا حامد، صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا تفضل. كيف الحال؟ أهلا. عفوا أنا زوجتي مصابة بالMS يعني بحدود من 10 سنوات. نعم. فكان في بالبدايه المعاناه حتى نحصل على العلاج الانترفيرون، هو هذا العلاج الغالي هذا بحدود 1500 تقريبا شهري بكلف. فحتى حصلنا عليه قعدنا بجوز 3 سنين حتى يعني مشي الحال. في البدايه قالوا ما بتحتاج انه لازم تكون حالتها أسوأ. طبعا المفروض الحاله اللي مش أسوأ هي اللي تاخذ العلاج حتى ما في حالتها أسوأ. معلش اسمح لي اخ حامد، بس بدي افهم منك نقطه. هلا العلاج من الحكومه، اذا من مستشفى البشير او اي مستشفى حكومي، هل تحصل عليه بشكل مجاني ولا لازم تدفع كمان؟ لا بشكل مجاني، وبندفع رسوم بسيطه يعني بحدود 10 دنانير كل شهر. هو حقه 1500. بس هي المشكله هلا في الدور، لما تروح انت توقف على الدور كل شهر لما تاخذ العلاج عم تقول 6000 حاله تقريبا. بالضبط، عبين ما تدخل للطبيب ويكتب لك الوصفة بدك تقريبا 2-3 ساعات توقف حتى على الدور حتى تدخل على العيادة. يعني فلازم تكون عيادة الام اس عيادة خاصة مش مع عيادة الاعصاب الثانية. هي واحد. طبعا احنا في البشير لانه احنا سكان عمان. ثانيا النقطة الثانية انه كل سنة بدنا نجدد الاعفاء. طب هو مزمن، يعني ليش كل سنة؟ هلا انا بدي اجدده بشهر 12 بخلص، بدي قبل بشهر اجيب تقرير طبي ثاني واروح على وزارة الصحة وعلى التأمين عشان نجدد تجديد الاعفاء. يعني
فما بعرف الاجراءات الروتينيه هي اللي ذبحتنا بصراحه. بس هاي عشان هيك انا حبيت احكي، واللي يعني بارك الله فيهم والله الوزاره مش مقصره يعني في العلاجات. وممكن في بيقولوا في علاج بدل الابر، في علاج اللي هي حبوب يعني، بس لسه ما جابوه يعني. هذا يفضل تكون افضل، لانه تعرف الابر بتعمل مكان لانه يومي او يوم بعد. طب شو المانع من انه يعني يجيبوا الحبوب مثلا؟ بيقول لك اغلى شوي، اغلى لسه كمان الحبوب. كل الشكر لك اخ حامد، ويعني يمكن اثار نقطه كثير مهمه، وهي زي ما ذكرتي انت يعملوا عياده خاصه لمرضى التصلب المتعدد عشان ما يكون يعني في نوع من يمكن ازدحام والخصوصيه والوقت يعني حتى المريض يقدر ياخذ وقته مع الطبيب يعني. للاسف من كثر الضغط على الطبيب من يوم العياده يعني ما بيقدر يقعد المريض مع الطبيب ويقول له مثلا انا بحاجه لتحليلات فحوصات، الاطباء بس بدها تكتب الدواء اللي هو بياخذه المخفف يعني. في ادويه كثير مثلا بحاجه لها للمرضى، المريض اذا ما توعى لها الفيتامينات يعني الفحوصات الدوريه كل 6 اشهر يعني اذا ما توعى لها المريض عشان يحكي للدكتور انا بحاجه لتحاليل، انا بحاجه لصوره الام ار اي كل سنه، لانه كل سنه في لجان فكل سنه بدك تعملي ام ار اي يعني. من ضغط اللود العالي على الدكتور فما بيقدر ما بيوصل للمريض المعلومه اللي بده اياها. واحنا يمكن دورنا من هون بنناشد كل المجتمع كمان بكافه اطيافه بانهم يساعدوا مرضى التصلب المتعدد، ويحاولوا انه بالفعل انه يعملوا لو زي منتجع زي ما ذكرتي، او نقول مستشفى خاص فيهم، مكان خاص فيهم لمتابعه علاجهم، لمتابعه وحتى يعني التكلفه الكبيره في العلاج بالفعل تكون بتخفف على الدوله، بتخفف عنهم وعن الدوله يعني احنا رئيستنا الفخريه الاميره عليا الطباع دعمتنا كثير وسندتنا كثير في الجمعيه. وكمان انا عندي شكر لسمو الامير راعد يعني اللي ضمنا ضمن الامراض المزمنه وعملنا ائتلاف مع المجلس الاعلى. لانه عندنا ذوي احتياجات احنا يعني بوصل مريض لحاله انه بحاجه ل يعني انضاف وانضم لذوي الاحتياجات. فاحنا ان شاء الله ما يعني حابين نعمل منتجة انه المريض ما يوصل لهي المرحله، ما يصير بحاجه للولتشير ولا بحاجه للسرير. نتمنى بالفعل انه يتم متابعه هذا الموضوع سواء كان من قبلكم انتم كجمعيه او حتى احنا من الاعلام او الجهات المسؤوله عن هالموضوع. كل الشكر لك ست نيلي الباز، رئيسه جمعيه التصلب المتعدد والناشطه الاجتماعيه، وايضا حضرتك زي ما قلت مصابه بهذا المرض، مرض التصلب، ان شاء الله تتعافي وبالسلامة إن شاء الله. أنا بحب أشكر قناة رؤيا وحضرتك سترندا يعني اللي أتحتوا لنا الفرصة وتوصل معلومة إيش بحاجة مريض الام اس. وكنت أتمنى أنا من الأمانة العمان إنها تساعدنا نعمل لوحات إعلانية نحطها في الشوارع حتى المجتمع كله يصير عنده فكرة وإعلام عن المرض، بس للأسف رفضوا. إن شاء الله بنضل نتابع معكم إحنا على أي حال. كل الشكر لك ست نيلي، وأهلا وسهلا فيك معنا دائما. شكرا لك. أهلا وسهلا.